شغرد اخويا والنيل ابويا، كل الشغرد اخويا والنيل ابويا، من بالحبيبتي ابويا وانا مصري انا مصري انا مصري. حبت ايدين فلاحينك وبنايينك، وخرطت مع صيادي ودني كبير دم، انا مصري انا مصري دم. اجمل شعور عظمة عظمة. أنا ما أعرفش ليه الإيقاعات بالنغمة بالحاجة بتاعت النوبة دي هي لازم تخش قلبك، أردت أم لم تريد، تسمعها أول مرة تسمعها للمرة المليون هي موجودة جوه قلبك، حاجة كده بتجري في جيناتنا برضو. أمال إيه يعني، وإحنا بنهزر فرقة منيب التراثية ومنورنا داخل الاستوديو. مساء الجمال يا جماعة، عاملين إيه؟ كله تمام؟ استاذ عادل منورنا. مرحبا. ايه الاخبار؟ تمام. حاج فتحي الله يخليك منور كما جرت العاده. الله يخليك. كله حلو. الله يخليك. كله ماشي يوسف. الله يخليك. هنقول كلمتين ونسمع ثلاث كلمات. اتفضل. وبعدين كلمه واحده ونسمع اربع كلمات وهكذا. اتفضل. احنا في حاجه احلى من حاجه احمد منيب برضه نسمعها؟ مش كده استاذ عادل، كلمني على ان احنا عاملين مؤسسه نحمي بيها هذا التراث. هي البدايه. اولا انا بشكر حضرتك يعني على اتاحه الفرصه. بجد يعني ان حضرتك اديتنا الفرصه ان احنا نعبر عن الفاونديشن بتاعنا. هي البدايه كانت 2016 عندما اعلن فخامه الرئيس عام الشباب، ففكرنا بفكره ان احنا نعمل اول فاونديشن في مصر لحمايه التراث، ويبقى متخصص بس في التراث المادي والغير مادي. والحمد لله قدرنا ان احنا ناسس المؤسسه. بعد كده كانت الصراحه برضو بشكر الفنانه ليلى علوي وقفت جنبنا عشان خاطر نعمل الفاونديشن. بعد كده عملناه، دخلنا مسابقه لليونسكو، كانت الحملة العالمية المتحدون مع التراث، وكانت الفنانة ليلى علوي هي مبعوثة التراث المصري، ودخلنا المسابقة. قدمنا مقترح قلنا فيه زي ما الأقصر فيها تلت آثار العالم، أسوان فيها تلت ثقافات العالم بما تتمتع بهم من تعددية ثقافية، النوبيين وحضارتهم، العبابدة والبشرية وامتدادهم بالقرن الأفريقي، إلى قبائل العربية المتمثلة في الجعفرة والأنصار في محافظة أسوان، الى بيت الانبا سمعان، دير الانبا سمعان. وده كان زمان الحجيج كان بيجي من دول المغرب العربي، كان بيعدي على الدير ويستقبلوهم الرهبان بالاكل والشرب، ويطلعوهم لحد بعد الدير، وياخدوا طريقهم لحد سواكن السودانيه،
ويحضروا يروحوا الحج او العمره هناك. فبالفعل نزلنا صورنا كل المعالم السياحيه التراثيه اللي موجوده جوه محافظه اسوان، والحمد لله اسوان دخلت بقت مدينه التراث العالمي، وخدنا احسن تغطيه على مستوى العالم في متحدون مع التراث. الله. بعد كده اتنقلنا بقى، خدنا بعد ما اسوان دخلت مدينه التراث العالمي، على فكره هم من 10 11 مدينه على مستوى العالم، ما بينهم اسوان والقاهره. فقدمنا مقترح، الصراحه برضو بشكر صندوق تحيا مصر، هو يعني الداعم الاساسي كان لينا في اول بداياتنا. قدمنا مقترح ان احنا عايزين نعمل، بما اننا احنا البوابه الافريقيه لافريقيا، فان احنا عايزين نعمل اول مهرجان دولي لدول حوض النيل فقط. فصراحة صندوق تحيا مصر واقف جنبنا، ابتدينا خاطبنا اكبر فرقه جاز في المانيا، لان الجاز والثقافه الجنوبيه فيها طبعًا. يعني مرجي منها طبعًا. فقدرنا ان احنا نتواصل مع فرقه الجاز في المانيا، جم عندنا في اسوان وعملناها في متحف النيل، وجبنا الحمد لله قدرنا ان احنا نوصل ل 16 سفير من دول افريقيا. هايل. وبعد كده تواصلنا قالوا لنا هنجيبوا الشباب من افريقيا، قلنا لهم لا احنا عايزين الشباب اللي جوه الجامعات، لان احنا عايزين نعمل اسبوت حقيقي على محافظه اسوان. فبالفعل جبنا كل الشباب اللي في الجامعات المصريه اللي في الدول القرن الافريقي، وجم شاركونا بتراثهم الحرفي وتراثهم الموسيقي. بعد كده بقى في 2019 صراحه لما وزيره التضامن دكتوره نيفين كباج مسكت الوزاره، ابتدت تدي مساحات كويسه للميادين العمل لمؤسسات المجتمع المدني، اللي كان في هدفنا ان احنا نبقى يعني نحاول ان احنا نبقى سبورت كويس جدا في الحته الجزئيه بتاعه التراث، فادتنا مساحات الصراحه. ففكرنا بقى في فكره لما جه الرئيس في منتدى الشباب اعلن عام المجتمع المدني، قلنا طيب نهتم بقى بالتراث الغير مادي، وهو التراث الغير مادي المتمثل في الهاند كرافت، الحرف التراثيه طبعا. فجاء فتحي قال لي طيب احنا في دلوقتي عندنا بعمل فرقه بتاعت موسيقى التراثيه لاحمد منيب. طب قلنا طيب احنا ممكن نعمل كل تيمه في المعارض اللي احنا بنيجي نشترك فيها كفاونديشن، ان احنا مثلا النهارده المعرض ده ابتديناه ببيت العرب، معرض بيت العرب كانت حاجه يعني الصراحه انا بشكر برضو حرم سياده الرئيس على رعايتها لهذا المعرض الجميل اللي فعلا كان موروث للتراث والالتحام ما بيننا كمصريين مع العرب، الصراحه كانت حاجه فوق الوصف. فعملنا التيمه النوبه، فجينا استاذ فتحي فرقه منيب التراثيه، ابتدينا نعمل بقى المزج ما بين التراث الهاند كرافت المعبر على موسيقته الفنيه، هو ده التراث الغير المادي. انا بقى هنا عايز اروح لحبيبي الحاج فتحي. الله يخليك. ايه هو سر بجد والله سر موسيقى النوبه وسر عم احمد منيب؟ ايه السر؟ في ايه بقى؟ السر في انه هو طول الوقت جوه القلب، ده واحد. تمام. السر في انها موسيقى طول الوقت عايشه. تمام. السر في انه حتى الاجيال العيال الصغيره اللي قد عيالي حافظين بتحب منيب وبتحب تمام. موسيقى النوبه. تمام. السر في ايه؟ السر ان المصداقيه، مصداقيه احمد منيب و و و و والطيبه بتاعت احمد منيب وطيبه النوبيين عامه. فدي كلها اثرت على اعماله الفنيه كلها، تحس بشجن فيها صح، وتحس بالحنيه والحنين لاي، لو انت مغترب هتحس بالحنين بتاع بلدك، والكلام ما فيهوش عن الحب. يعني لما قال ربك هو العالم، ربك رب قلوب، مين عارف يا حبيبي ايه اللي مكتوب، وده معايا بيمشي وغلاوته غلاوه، بيضحك في وشي ويخبي العداوه. طول ما البني ادم موجود هتلاقي ده، يعني طول ما البني ادم عايش على وجه الارض هتلاقي في واحد بيحبك وواحد ما بيحبكش. هي دي ده اللي بتقوله. ده حصل لي في لندن، قابلت مجموعه اتعرفت عليهم بالصدفه عن طريق صديق من الوطن العربي، صديق خليجي يعني. تمام. وكنا متقابلين انا وهو، انت في انجلترا وانا كمان، طب ما تيجي نتقابل النهارده بالليل. اتقابلنا، رحنا مقابلين ناس اصحابه من النوبه. تمام. قعدنا في حته اوتيل، حاجه عظمه قوي عم. والله العظيم غالي جدا يعني، يعني انا لا احلم ان انا اعدي قدامه تاني بصراحه. المهم فقعدنا انا واصحابنا بقى اللي انا اتعرفت عليهم الجداد النوبيين، وقعدنا نتكلم على النوبه ومش النوبه وبتاع ومش عارف ايه. وبدا واحد فيهم كده، هو كان قاعد ساكت الهادي بقى، فراح مدندن
هون يا ليل. هون يا ليل. ونحن بقى الدنيا ليلت علينا بالليل. تعرف الليل في بلاد الضباب بيبدا من طبعا من بدري قوي. مش زينا. قعدنا هون يا ليل. تخيل انه الاوتيل ده كله اتلم علينا واحنا بنغني منيب. طبعا انا كنت اخرهم غناء بغني بصوت واطي عشان صوتي وحش وبنشز وحالتي كرب, فسايبهم بقى عمالين يغنوا وقاعدين وانا عمال بقى وحاجات زي كده. والله الاوتيل كله بالجنسيات اللي فيه كله نزل قاعد معانا وعمال يغني اغاني منيب. قالوا عاليين يعني ايه؟ قال يعني فاهمين احنا بنقول ايه, بس هم مبسوطين مستمتعين. انا الفكره بتاعت منيب التراثيه جات لي ازاي؟ جات لي من 3 سنين يا استاذ يوسف. احنا عندنا في البيت كنت دايما اشوف الوالد ومنير ربنا يديله الصحه امين بدف وعود دف وعود وناس بتهيص وناس بترقص ومبسوطين جدا. فقلت انا عايز انقل اللي انا كنت بشوفه جوه البيت ده انقله بره. فقعدت افكر طب انا بره, طب ما انا ما ينفعش, ما انا عايز النوبي اللي اتمصر يعني ايه. لان اغلبيه الحاجات اول شريط لمحمد منير وتاني شريط دي كانت الحان نوبيه عملها احمد منير في الخمسينيات. صح, وجي عبد الرحيم منصور بقى بعبقريته طبعا كتب عليها طبعا, وتحس ان الاغنيه يعني هي كده يعني ما كانش نوبي, لا ده يعرف متفصله كده متفصله. في شعراء كبار لا داعي لذكر اساميهم حاولوا يعملوا التجربه دي مع احمد منيب وفشلت, واسامي كبيره اسامي كبيره جدا فشلوا, ما قدروش يحطوا الحته القالب اللي عبد الرحيم منصور حطه في اغاني احمد منيب اللي ايه النوبيه. فانا قلت ايه, طب انا اجيب الاغاني دي اللي اتمصرت الناس مش عارفه كانت عامله ازاي بالنوبي واعملها بالفرقه. معانا طبعا شباب حابين احمد منيب, وده التعاون اللي ما بيننا يعني, كل الشباب اللي معايا كلهم حابين احمد منيب. والحمد لله ابتديت سنه لغايه اما جات لنا دعوه من الامارات ان احنا نشارك اسبوع كامل بدعوه من معهد التراث بالشارقه. وفعلا سافرنا الامارات وقعدنا اسبوع هناك كان تحت رعايه الشيخ سلطان. الشارقه بالذات يحبونا قوي. الدكتور سلطان يحب مصر حب غير طبيعي قوي. والله يا استاذ يوسف قعدنا اسبوع ناس محترمه وبيقدروا أوي. المصريين واللي كانوا واقفين يخدموا علينا في اللفظ يعني صرف اللفظ اماراتيين. يا سلام على الكرم. اهو اسال الشباب. يا سلام على الكرم. اسال الشباب اللي معايا لدرجه ان اللي بيصب لي القهوه انا بقول له يا عم عايز اقول له يا عم بعد اذنك. صاحب البيت اللي يعمل كده ده محبه وكرم. هم بيحبونا. سيد القوم. قعدنا اسبوع هناك نقلنا لهم التراث بتاعنا النوبي عامل ازاي ماشي, وباذن الله في حاجات مهرجانات تانية وعدونا ان احنا هنروح. فالحمد لله انا لمست النجاح ده. فلما جاء عادل بقى كلمني ان احنا نمجد يبقى في اندماج ما بين المؤسسه ما بين المؤسسه وما بين الفرقه. على فكره عادل حمدي منيب انا عارف بس هي ملهاش علاقه بالنسب, بس هو احنا يعني هي الفكره هي علاقه اكتر بالهدف بالظبط والدم واحد بالظبط. فانا طبعا قلت ايه, طب انت هتغني حاجات النوبي ازاي وانت لابس قميص وبنطلون وبدله وجاكيت؟ طب يا شباب احنا مش هنطلع غير بتراث اجدادنا لبسنا النوبي بتاعنا. يعني انا سايب البدله جوه والبس عشان 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 ما ينفعش يعني انا يبقى الفرقه. الله العظيم كده احلى وقريب. الله العظيم ساعه ما لبسنا بدل ما احناش مبسوطين. لا انا مرحرح كده تمام احنا كده وابيض ابيض 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 يقوم ايه ما يبقاش في حر. فالحمد لله ربنا وفقنا ونزلنا في كذا معرض يعني. كان معرض بيت العرب ده عملنا فيه شغل جامد جدا والشباب بقى مبسوطين جدا, والمعرض بدع ديارنا والحمد لله ماشيين على خطه ثابته يعني الحمد لله. نسمع ايه دلوقتي؟ انا سمعك هون يا ليل اللي انت بتحبها, بس هتسمعها نوبي. هتسمعها نوبي طبعا. انا بقى هعرفك على اعضاء الفرقه بس في الاخر بقى. طب استنوا انا اعرف جمله واحده نوبي اتعلمتها من صديق عزيز ليا عم محمود كان صديقي وزميلي في شركه اشتغلت فيها زمان بعد ما اتخرجت. مسكاهيونا مسكاجونا مسكاهيونا. ايوه ازاي يعني ازاي كيف حالك؟ يبقى الرد عليها روجا صح؟ امال ايه؟ روجا ده كلمة ممكن يعني. امال عم محمود كان بيضحك عليا ولا ايه؟ روجا عم محمود اشتغل. لا انت بتسأله مسكاجر
او الحمد لله. قالوا انا حبيت اتفزلك. غنوا رجاله غنوا. سيبكم مني غنوا. يلا اسمع هون يا ليل. احنا هنغنوا اغنيه هون يا ليل بس ايه باللغه النوبيه وبنوبي يعني قبل ما يتحول لايه. خش عليا للعربيه. خش عليا بقلب جامد. ماشي. مسيري في يوم ألاقيك
ويا يا 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 ويا
الحيرة والغياء أنا اللي دار بالهوى الحيرة والغياء فلاح العلا لاستوى وسيارة ديا احس ان الموسيقى بتتشاف مش بس بتتسمع فعلا. يعني انا قاعد عمال اسمع فالايقاع والدف عامل زي الميه بين الجنادل والشلالات بالظبط قوه وعنفوان ناي وعود وصوت اللي بيغني انسياب الميه بتاعت النيل برضو بالزبط. في هدوءها وجمالها بالظبط ايه ده دي موسيقى ناس النهر دي موسيقى ناس النهر صح دي موسيقى النهر بالظبط طيب احنا يمكن كنا في الفاصل حتى بنتكلم على مسألة انه السياحة التراثية دي سياحة مكسرة العالم بالظبط طيب احنا ازاي نقدر ما بين الجمعية وما بين الفرقة ان انا اروج واكبر واكرس واجزر لده في مصر شوف هقول لحضرتك على حاجة هو كان في حاجة كنا ماسكينها احنا تبع أكاديمية البحث العلمي هو مشروع اسمه حقوق حضارة لبناء حضارة هو بيهدف للتراث المادي اكتر اللي هو المعابد وال فكان في مقترح مننا كفاونديشن ان احنا نعيد هيكله السياحه التراثيه بحيث ان هي تشمل اربع عناصر اسوان بمعالمها السياحيه سيوه بمعالمها السياحيه والتراثيه الفيوم طبعا. وجنوب سيناء طبعا الشق الاساسي والاقصر فدول هيتباعوا بطريقه مختلفه جدا يعني احنا مثلا اسوان عندنا السياحه البيئيه اللي هي البيوت النوبيه اللي بيسكن فيها الناس بمستوى عالي يعني من السياحه بس محتاج شويه تنظيم اولا ماركتنج كويس بره في المعارض لان اللي بيحصل دايما في المعارض الانترناشونال انه التركيز كله بيبقى على المعابد والمراكب السياحيه والسياحه الشاطئيه لازم يبقى في لون تاني للسياحه التراثيه ودي على فكره دي اعلى سياحه يعني السياحة دي أغلى سياحة في العالم هتلاقيها في كينيا هتلاقيها في رواندا في صلالة في سلطنة عمان برضو نفس الموضوع المغرب يعني كويس أقوية جاية في الحتة الجزئية دي هيبقى إحنا محتاجين بس إن إحنا نروج السياحة دي عن خلال تنشيط السياحة يبقى اللون لوحده مثلا معرض برلين بتاع السياحة اللي في ألمانيا يبقى في جزء منه للسياحة التراثية نروج لسيوة والترويج ما بيبقاش ان السايح ينزل وخلاص لا هتروح حضرتك مثلا اسوان هتقعد في النوبه هيبقى في تدخل البيت تشوف الهاند كرافت اللي كان بيتعمل ما ده بقى الشق اللي احنا كنا بنحاول ان احنا نشتغل عليه ونوصله تشوف الهاند كرافت طالع من النخيل اللي هو منعكس تماما على الرقص النوبي اللي هو الروحه اللي جايه الطار لان هو من الجلود الماعز اللي كانت المشاه اللي كانت بتتربى فيجي الجست يحس باللون كله يبقى عنده تجربه يبقى عنده اكسبيرينس بالظبط طيب مساله بقى الموسيقى وانا هنا بتكلم على موسيقى منيب فهي خير سفير تمام احنا عاوزين نلف قدر الامكان عاوزين نطلع نروح لحد امريكا الشماليه مكسيك والولايات المتحده وكندا وننزل امريكا الجنوبيه واطلع بيا على اليابان والجماعه اليابانيين يحبوا الحاجات اللي بالنوع ده جدا قوي قوي هنعمل كده امتى والله بص احنا كفرقه جاهزين احنا جاهزين واحنا كفونديشن جاهزين جاهزين معانا الماتيريال يعني الدوله ليها عامل مهم جدا يعني انا النهارده اما الاقي يعني معهد زي معهد الشارقه للتراث الشيخ سلطان الجسمي راعي اسبوع بحاله اسبوع نوبي واجي هنا وكرمنا من حكم الشارقه ويعني وعملنا شغل كويس مفيش حتى خبر ده تقصير مننا احنا بتوع الصحافه والاعلام بالظبط بالظبط انا هقوم اضرب نفسي طبقتين لا 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 هو حضرتك اهو شفتنا احنا لا انا بقول لحضرتك احنا كاشخاص احنا بنسعى نفسنا نطلع ونعمل يعني الموضوع الامارات ده مجهود شخصي
يعني انا اقعد افكر مع معاكم بصوت عالي ليه مثلا الغرفه والهيئه ما يتبنوش انه ناخد بعضنا وناخد الفرقه وناخد ممثلين عن الجمعيه ونعمل جوله ويبقى في عندنا زي ما يقولوا كده امبراطور كبير زي زكريا الحجاوي حضرتك مثلا يعني زكريا الحجاوي ها لف فرنسا الفرقه الاسبانيه الفرنسيه يعني زكريا الحجاوي ها لف برضو احمد منيب خد شوط جامد جدا مع زكريا الحجاوي لف احنا عايزين نعمل ده النهارده يعني احنا عايزين نعمل ده النهارده نلف المحافظات ونعرض في التراثنا هو لان هو تراث مصري استاذ يوسف يقصد ان احنا انترنت يعني نطلع عايز يطلع بره يا ريت عايز يلف بره يا ريت احنا عامه احنا يعني ليا زمانه بنتي يعني خريج فرنساوي ف بقول لها راسل شوف المهرجانات اللي بتبقى بالفرنسا وانت قادره هتعرفي توصلي لنا معاهم ازاي بس ده برضو مجهود شخصي برضه طيب ادينا بنتكلم فيها بصوت عالي زي ما بيتم نفكر فيها بصوت تمام عالي تمام لعلنا ان احنا نقدر ناخد خطوات واظن هيبقى في خطوات ان شاء الله الوقت هو جري بس الوقت يجري زي ما يجري لازم اسمع اغنيه كمان اعتبرها دي الختام بتاعنا بقى هتسمعونا ايه ابا ياسا بص دي في اغنيه اسمها ابياسة دي امير هيغنيها دي اغنيه كلها شجن وبتتكلم عن 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 النوبه القديمه ابياسة يعني ايه ابياسة دي انت عارفه محمد هو محمد اصلي محمد مش مع ابياسة ابياسة يعني يا هل ترى يعني يا هل ترى يا هل ترى يا هل ترى كان معكم من الترجمه الفوريه محمد داوود محمد داوود محمد داوود هترجم لنا على طول بعد كده علشان انت عارف انا النوبي بتاعي مكسر احنا انا زيك برضه مكسر انا النوبي بتاعي مكسر فانت هترجم والله العظيم انا لازم اتعلم نوبي بجد بقى انت عارف انا مره رحت النوبه وكانت مساله صعبه خالص وكانت ظروف مش حلوه يعني الاقي الناس يجيبوا لنا مانجا طازه ويقطعوها ويعصروها ويشربوها لنا في وقت السيل اللي فات السنه اللي فاتت والله العظيم ما حبيت حد في حياتي قد النوبه واسوان حقيقي يعني طيبه الله يخليك اما نخرج هقول لكم انا منين هتزعلوا بس فوتوا عيني هنسمع ابياسة ماشي انا هتوكل على الله هسيبكم بقى مع الفرقه موادي الجاجا فرسوم بنجدي
راجيد وي أبجور لي من نبشور تلك قوي إيريكونا بني ديجا شادر تاتنعي أحيا منا مشيرال وي آتل منا 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 تيجا دوي أحيا منا مشيرال وي آتل منا 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 تيجا دوي أبا جسمنا تاريوم وي أبا جسمنا تاريوم وي 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 شورتي الفايا في ما منكو نم فيا في ونوبتو مالنيتو ونوبتو مالنيتو ونوبتو مالنيتو أبا ياسا أبا فسكنا وشوز دارو اللي نايا أبا ياسا أبا فسكنا